شولح. أنا أصلي على النبي الزين، ربي خلقني وفصل لساني، أنا بمدح النبي الزين محمد حبيب الحبايب. الله 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 الله، اطلب صدرك يا همام وهيرجع لك، اطلب صدرك خليه يرقص. اقعد يا شيخ سلام اقعد. اطلب وعسل خاطرك يا شيخ سلام، اطلب الصقر يا زرزور وخليك وراه. ايوه كده، لو هيحبك هيرجع لك. صدر صدي اهلا يا بيه، همام يعد السيوش والمماليك وغوارة ومسكون السيوف والغدارات وفي حالة تدريب متواصل. أنا مهمتي كما وعدت وعليكم عدد ما عرفت ما يملكون من غدارات وسيوف، خادمكم شولح مليح مليح قوي يا شيخ سلام. امتاز أمرك يا شيخ العرب، تقلبوا البلد عليها وفيها، جيبوا كل غريب عنها عنده حمام. غير الدرويش ده يا شيخ العرب، ولقينا عنده قفص الحمام ده. من فين يا عم الدرويش؟ من بلاد الله وعلى بلاد الله، ضيوف ساعات ومشيين شويه فوق الارض والباقي تحتيها. يا حي يا قيوم، وهتعمل ايه بالحمام ده؟ الحمام بيسبح ربنا اللي خلقه وانا بسبح معاه، لما بسمع زومه وهو بيسبح ببكي قلبه رقيق. الله اكبر، القلب الرقيق نعمة. قول لي يا عم درويش، هتعرف تقرا وتكتب؟ العلم مش في القراية ولا في الكتابة، اللي تيجي ربنا ربنا يعلمه. يعني ما تعرفش تكتب؟ لا. الحمام ده حمامك يا زرزور صح؟ صح يا شيخ العرب. يبقى الراجل ده سرق الحمام منك، اللي يسرق نعمله فيه ايه؟ طب قطع يده يا شيخ العرب. وانت ما تعرفش تكتب، يعني يدك دي ملهاش عايز عندك. اقطع يده يا شيخ اسماعيل. بسم الله، وافرط يده يا مساعد. الحمد لله الحمد لله، طلبت من ربنا اللي خلقني يعلمني الكتابة وعلمها لي. يبقى استلف الحمام يا زنزور، ما سرقهوش. صح يا شيخ العرب، استلفه. مدد 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 مدد. بص يا عم الدرويش، هتكتب ورقة صغيرة قد كده وتربطها في رجل حمام الحمامة. كتب يبقى لسه ليك أنفاس، ما تكتبش يبقى يدي ولسان. أكتب إيه؟ هتكتب لسيدك علي بيه، تقول له ان شيخ العرب همام ورجاله مشغولين في فلاحة الارض وما عندهمش لا غدارات ولا سيوف. وانا مالي يا خلق ومالي سيوف والغدارات؟ الدنيا هي الغدارة والاخرة هي الدار. يا حي يا جبار،
لسان ويد يا شيخ اسماعيل. بسم الله. قول من تالي، قول من تالي يا ابوي ولا اكتب. ما قولش كلامي مرتين. تضمن لي الحياة. اللي خلقها هو اللي يضمنها بس. والدنيا غدارة، اكتب. حاضر. سيدي علي بيك، أعرفك أن شيخ العرب همام ورجاله مشغولون بفلاحة الأرض، ولا يوجد لديهم نية للتسليح ولا سيوف ولا غدارات. طير فرد الحمام يا زرزور. دلوقتي دلعنا توب الدروشة. أعرف مين جداني. أنا تاجر من المحروسة اسمي شولح. بعتني سيدي علي بيه عشان أعرف التسليح اللي عندكم. بس زي ما ضللته دلوقتي أنا ممكن أضلله تاني. أنا في خدمتكم. شولح في الخدمة. مليح يا شولح مليح. أنت كده خاين صرف. وأنا الخاين ما أحبهوش. خاين وجاسوس وعامل نفسك درويش، يعني ثلاث جرائم يا شولح. اكتب يا بولس ورقة تانية وجهز فرد حمام تاني يا زرزور. من شيخ العرب همام والد يوسف احمد الى المجهول، لما لقينا في زماننا ساحر لابس لبس الدراويش وفتن البلاد والعباد، وعرفنا انه يرسل حمام الى مجهول ما نعرفهوش، قلنا نعلم المجهول ان ربنا اراها الصعيد من شر البعيد، وقلنا يرجع الحمام لاصحابه لانه ربما يكون مسروق منهم. اما امر الساحر فقد اراد القدير موته تحت رجلين تيران الحصيد لأنها سلاحنا الوحيد. والسلام. أنا في عرضك يا شيخ العرب همام. أبوس إيدك. أنا أعرف معلومات مهمة عن علي بيه وأبو الدهب، ممكن أعرفها لكم. أنا أعرف كتير. نعرف منه الأول يا شيخ العرب. ما عاوزينش منه حاجة. خدوا شعرايا من دجنه وحطوها في الجواب عشان يعرفوا المرسال.